ضغط الرأي هو اللي عم بيأخر تشكيل الحكومة. بعض النواب بتكتل لبنان القوي عم بيلوحوا من اليوم بخيار حكومة أكترية، برأيك ممكن نشوف مثل هالحكومة؟ كيف يعني يا بابا؟ شلون كيف؟ هي على كل حال حكومة الأكترية جربوها، هن بيقصدوا حكومة من لون واحد. تماما. حكومة الرئيس مئاتي، لما جربوا الرئيس مئاتي بعد سنتين رفعوا العشرة وقالوا أمان، دخيلكم تعالوا شاركونا بالحكومة لأن بلد رح ينهار اقتصاديا واجتماعيا. بقى هيدي القصة جربت قبل وما نجحت معهم، بقى إذا هلا بدهم يروحوا على هيدا الخيار، أولا ما فيهم يروحوا على هيدا الخيار لأن الرئيس المكلف هو رئيس سعد الحريري، والسعد الحريري مصر على أن يكون الحكومة متوازنة بين كل الأطراف. بقى كيف بدهم يروحوا على لون واحد؟ هل أنه بدهم يسقطوا الرئيس الحريري؟ هل بلبنان فينا نحن نقدم على أعمال مثل هيدي؟ إذا بنرجع للتاريخ أيام زمان، نذكر أيام زمان كيف كانت لما كان رئيس الجمهورية يمكن ملك متوج ما كان يقدم على هيك خطوات. بقى هلأ كيف بده يقدم على هيك خطوات؟ أنا بستبعد هالشي. وعلى خط العقدة الدرزية الأجواء على حالها، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رأى في حديث إلى صحيفة اللواء أن الوقت الآن ليس لتقديم تنازلات طالما غيرنا لن يقدم تنازلات، ولم يشأ جنبلاط الدخول في سجالات مع أي طرف أو الرد على اتهامات التيار الوطني الحر له بعرقلة تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنه لم يطلع على موقف الوزير جبران باسيل بهذا الشأن. في المقابل توقف الوزير طلال إرسلان عند العقدة الدرزية ورد على جملات: لن نسمح لأحد هيك بنزوة شخصية يعتبرنا أنه مش موجودين، لا هو عنده هذا الحق أنه يفاوض عنا ولا عنده هذا الحق أنه يملي علينا كيفية تمثيل. أنا مصر على تمثيلي كحزب ديمقراطي لبناني، ولن أقبل إلا أن أتمثل في الدروز، وأنا بقرر إذا بكون أنا شخصيا أو بكون من يمثلني. القراءة السياسية في هذه النشرة مع عضو كتلة المستقبل بكر الحجيري. صباح الخير استاذ حجيري. صباح النور، يا أهلا وسهلا. السؤال الطبيعي، أي خيارات أمام الرئيس سعد الحريري في حال استمرت العقد على حاله؟ الوزير جبران باسيل عم بيقول أنه مهلة التأليف بدأت تنتهي. الخيارات اللي قدام الرئيس سعد الحريري أنه هو المكلف حسب الدستور بتأليف الحكومة. الشروط اللي عم تنحط عليه، هاي الشروط عم تحط لعرقة البلد، وهي شروط مرفوضة. والرئيس الحريري حيكون مستمر بالموضوع الطبيعي لقدام، والآخرين لازم يسهلوا عملية تشكيل الحكومة اليوم أو قبل بكرة. يعني الرئيس الحريري ليس في وارد الاستسلام أو الاعتذار مثلا؟ مهما أعتقد مهما حاولوا لن يستقي، لن يتراجع، وسيبقى يمارس حقه الدستوري في تأليف الحكومة، وبما يراه مناسب لحكومة منتجة ومتجانسة دون شروط من أحد. طيب ليش ما صار اللقاء المنتظر ببيت الوسط قبل سفر الرئيس الحريري بينه وبين الوزير جبران باسيل؟ المفروض الخط بين الرئيس الحريري وفخامة الرئيس خط مفتوح والتداول قائم، وما بعتقد انه في عقد هالقد حادة مع جبران باسيل كونه الرئيس فخامة الرئيس بالجو ويتعاطى بإيجابية بهذا الموضوع. بتعتقد انه الحكومة واردة بفترة بالمدى المنظور، يعني الرئيس الحريري متفائل بتأليف هذه الحكومة؟ كل الناس اللي حابين البلد يخطي خطوة إيجابية لقدام، كل الناس اللي عارفين انه البلد عم يمر بظروف كتير صعبة انه متفائلين بانه يصير حكومة ومهما قيل عن هالموضوع. شكرا لعضو كتلة المستقبل النائب بكر الحجيري. بالتوازي مع ذلك حرب الصلاحيات على حالها، الرئيس نجيب ميقاتي أدلى بدلوه في الموضوع وقال في حديث إلى صحيفة الجمهورية: نحن ضد أي محاولة لفرض شروط على الرئيس المكلف أو محاولة تثبيت أعراف جديدة في التأليف، فالدستور واضح
وقد أناط مهمة التأليف بالرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، والمطلوب من أجل التوصل إلى حل هو العودة إلى اتفاق الطائف وروحيته بدل التوغل أكثر فأكثر في المنح الطائفي والمذهبي في كل شيء. في المقابل، البطريرك الماروني الكاردينال بشار الراعي تناول في خلال زيارته مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي بدوره موضوع التأليف. تأليف الحكومة فقط من ممثلي الكتل النيابية لا يعني تكوين سلطة إجرائية، بل تكوين مجلس نيابي مصغر، الأمر الذي يناقض فصل السلطات. وفي حديث إلى صحيفة المستقبل، توجه البطريرك الراعي إلى السياسيين بصوت عال قائلا: بدنا حكومي. أضاف: أكرر يوميا هذا النداء، وأقوله اليوم وسأقوله غدا وكل يوم، آملا أن يسمعه الجميع. وقال: أعان الله الرئيس المكلف سعد الحريري، فهو لا يستطيع إرضاء كل الناس. بعد الفاصل، سلامي مجددا، الليرة بأمان. الحمد لله على السلامة. شو هالباريز هي، واو شو مبسطنا. رحتوا على اللوفر؟ رحنا بس كان مسكر. والتور ايفل؟ كان عجقة كتير وقدامنا صف شي 3000 واحد فبطلنا. طيب ما فهمت، عشو الواو شو مبسطنا؟ نقاط كاش باك رح يتضاعفوا مرتين لما تستعمل بطاقات فيزا من بنك بيروت خلال سفرك هالصيفية، ورح يتضاعفوا 3 مرات لما توصل قيمة مشترياتك لأكثر من 2500 دولار. لتعرف أكثر اتصل هلأ على 1262. بنك بيروت، معك لأبعد حدود. العامل السوري يعمل واللبناني عاطل عن العمل والدولة تتفرج، أين المؤسسة الوطنية للاستخدام؟ وماذا عن مكاتب الاستقدام غير الشرعية؟ وكيف تحمي وزارة العمل العمال المصروفين؟ نقطع السطر يفتح الملف مع مدير عام وزارة العمل جورج أيدا، ومداخلة لرئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر، الجمعة 9:45 مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. نقطة عصر. الشاطئ اللبناني ليس كله ملوثا، كل التفاصيل مع رنا ريشة. الوضع دقيق لكنه غير ميؤوس منه، بهذه الكلمات وصف رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية والمركز الوطني لعلوم البحار معين حمزة حال المياه في البحر على طول الشاطئ اللبناني، معلنا في خلال مؤتمر صحفي نتائج التقرير الذي جاء في 30 صفحة، ليؤكد أن هناك 16 من أصل 25 نقطة بحرية شملتها الدراسة على طول الشاطئ اللبناني تحمل تصنيفا جيدا ويمكن استخدامها للسباحة والنشاطات المائية كافة، في ظل وجود 4 مناطق مصنفة بدرجة مقبول و5 مناطق سيئة وملوثة جدا ولا يمكن استخدامها للسباحة، وهي الشاطئ الشعبي في طرابلس، البقعة بالقرب من الحائط الجنوبي لمعمل الكيماويات في سلعاتة، المياه قرب مصب انطلياس، المنارة الجديدة في بيروت، وشاطئ الرمل البيضاء الشعبي. ما كل البحر اللبناني ملوث، مع انه البحر اللبناني عم بيعاني كتير، واذا ما تم حمايته من مصادر التلوث رح نوصل الى الخراب. في نسب رواسب عالية جدا خاصة بمنطقة برج حمود، هن يعمل يفكف كل جبل النفايات تبع برج حمود، عم بيروح نسبة كتير كبيرة منه عم تنكب البحر، نتيجة سيئة. حط الأرقام اللي بدك إياه وبيطلع أكتر منك. البحر بيشفق علينا بس نحن مش عم نشفق فيه، البحر بيشفق علينا لأنه مجرد ما توقف التلوث البحر قادر بخلال أسابيع، ونظرا للتيارات البحرية اللي موجودة اللي هي كتير قوية على الشاطئ اللبناني، دغري بتتحسن وبترجع نظيفة وبترجع بالمعدلات اللي مقبولة. خلينا نوقف مصادر التلوث وكونوا أكيدين أن النقاط اللي مشار إليها هلأ أوام تتحسن ومانا ميؤوس منها، مانا إيرريفرسيبل أبدا. وعن موضوع صيد الأسماك قال حمزة: الصيد التجاري يلي بينباع ما بيتم على الشط وما بيتم بالسنارة، خلينا نحط الأمور كما هي، بيتم بالشخاتير وبفوتوا الصيادين ما لا يقل عن 300 إلى 500 متر أقله بهالمناطق، هيدي لا مناطق نظيفة أكثر، ونحن عم نعمل المسح
بشكل دائم للثروة السمكية يلي عمل تطلع من كل المرافق الصيد. حقيقة ما في أرقام بتخوف، بعده السمك اللبناني، بعده سمك نظيف. مدير المركز الوطني لعلوم البحار ميلاد فخري قدم عرضا لنتائج التقرير مشددا على ضرورة وقف مصادر التلوث المعروفة وقيام الدولة بإعادة أحياء مشروع إنشاء 12 محطة تكرير للمياه الآسنة لتخفيف الضغط عن البحر. من مقر المجلس الوطني للبحوث العلمية، رنا ريشا، صوت لبنان. في الصفحة الاقتصادية، اطلع رئيس الجمهورية ميشيل عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامي على المعطيات المالية والاقتصادية في البلاد في ضوء التقارير المتوافرة لدى مصرف لبنان. وأوضح سلامي بعد الاجتماع أن الإحصاءات تظهر أن نسبة النمو في السنة الحالية مقدرة ب 2% وأن الأوضاع النقدية مستقرة. أضاف أن الودائع في المصارف اللبنانية تنمو بنسبة 5% سنوياً وفق النمط الحالي. تتكثف اللقاءات بين نواب دائرة كسروان جبيل تحت عنوان إنمائي يهدف إلى معالجة القضايا التي تعني المنطقة بمعزل عن الخصومات والخلافات السياسية، وقد انطلق هذا المسار برعاية من البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي نزولاً عند رغبة عدد من النواب. وعلم أن البطريرك الماروني دعا إلى لقاء جامع للنواب، لكن تم تأجيله لتزامنه مع الخلوة التي عقدها تكتل لبنان القوي، غير أن النواب الثمانية يلتقون بين الحين والآخر وحين تستدعي الحاجة. بعد الفاصل، عودة النازحين متواصلة. زلمة، وين بتلاقي وقية جبنة عكاوي تشيكي بس ب 2490 ليرة إلا عند لو شاركوتيه؟ على هامش تدشين مبنى دائرة أمن عام البقاع الثانية ومركز أمن عام بعلبك الإقليمي، أعاد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التأكيد أنه يعمل على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. نحن مكملين الآلية الموضوعة بتم احترامها من قبلنا، من قبل السلطات السورية المعنية، كما أنه إلنا شريك ثالث هو الـ UNHCR. الأعداد عم تتزايد مش عم تتراجع، وأحوال السوريين الذين عادوا إلى سوريا تشجع الباقين على العودة. بعتقد الآلية اللي عم نتبعها مع المسؤولين السوريين تؤمن حماية هؤلاء حتى بعد عودتهم. كلف رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنة من المتخصصين إعداد صيغة لاقتراح القانون المتعلق بتشريع زراعة الحشيشة، غير أن هذا الموضوع ما زال يثير جدلا. وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر أكد في حديث لصحيفة الشرق الأوسط أهمية أن يترافق أي قانون بخصوص تشريع زراعة الحشيشة مع عقوبات مشددة تطال التعاطي والإتجار، ليقتصر استعمالها فقط على الاستعمالات الطبية على غرار دول أوروبية، لافتا إلى أن الحشيشة تصنف في آخر سلم أنواع المخدرات الخطيرة في العالم. وأشار زعيتر إلى أنه إضافة إلى دور القوى الأمنية ستكون أهم الإجراءات لضبطها من خلال إنشاء مؤسسة متخصصة بهذه الذراعة على غرار مؤسسة الرجيل للتبغ والتنباك، وذلك عبر منح رخص للمزارعين أو لشركات الاستثمار لاستثمار مساحة معينة من الأراضي، وأن تقوم أيضا هذه المؤسسة بشراء المحصول. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد أوضح أيضا أن لا جواب عند الكتلة بعد حول الموضوع، فنحن لا نزال ندرسه إذ لم نبحث فيه مرة رسميا لأن الحديث عنه لم يمضي وقت طويل عليه. في المقابل، يعلن النائب أنطوان حبشي في مؤتمر صحفي يعقده الاثنين المقبل في مجلس النواب مشروعا متكاملا لحل ملف زراعة الحشيشة. النائب سامي فتفت أوضح من جهته أن تيار المستقبل يؤيد زراعة الحشيشة، إنما لأسباب طبية ولزيادة مداخيل الدولة، شرط أن تنظم بطريقة علمية ولا تلحق أي ضرر بالمجتمع اللبناني. والآن إلى تغريدة الصباح. استمرت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي
على التوجه لتشريع زراعة الحشيشة، وكتب مغرد على حسابه على تويتر: بكرة لما يشرعوا زراعة الحشيشة راح تتحول وزارة الزراعة لحقيبة سيادية، وساعتها راح تولع بين جبران وشباب الموتوسيكلات مين بده ياخدها. وغرد آخر: دفعنا $1,000,000 وشوي لماكنزي ليحطوا خطة إنقاذ للاقتصاد، طلع معهم إنه الحشيش مثل النفط. وختم بالقول: نظام محشش. رست الباخرة التركية الثالثة لتوليد الكهرباء في مرفأ الجيهي، وعلى الرغم من تطمينات المسؤولين فإن الأهالي قلقون من الأضرار المحتملة. رئيس بلدية الجيهي جورج أزي شدد عبر صوت لبنان على ضرورة هدم معمل الجيهي القديم بعد ثبوت ضرره الخطير على الصحة. قاضي الامور المستعجل بيقول لازم المعمل القديم يتوقف فورا، وقال انه هيدا ما عم ببس الا سموم. الوزير عم بيقول اخذوا قرار لسنه الجاي يسكروا سنه الجاي، ليش سنه الجاي؟ كمان جايبين لنا باخره كمان بعد مع الباخره القديمه ومع المعمل اللي عم بسممنا، بس هيدي ضررها 2%، هيداك ضرره 98%. مع بدء دخول الحافلات إلى ريف القنيطرة لنقل مقاتلي المعارضة وعائلاتهم إلى إدلب تنفيذاً لاتفاق التسوية الذي أعاد سيطرة النظام السوري على الجنوب بالكامل باستثناء جيب صغير خاضع لسيطرة تنظيم داعش، سعت موسكو إلى طمأنة تل أبيب وواشنطن بخلو المنطقة من الوجود الإيراني. وأكد السفير الروسي لدى سوريا ألكسندر كيشناك أنه تمت تسوية الملف ولم يعد هناك وجود لتشكيلة تابعة لإيران في جنوب سوريا. وفي موسكو بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعيدا بأداء الدبلوماسيين العسكريين الروس في حل الأزمة السورية، وأوضح أن الأولوية في الفترة المقبلة هي لتشكيل اللجنة الدستورية من أجل الإعداد لإصلاحات دستورية وتنظيم انتخابات بمشاركة الأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن من جهته عن تطلعه إلى عقد لقاء ثان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشددا على أن اللقاء الأول في هلسنكي كان ناجحا. وفي هذا الإطار كشف البيت الأبيض عن محادثات قائمة من أجل التحضير للقاء سيجمع ترامب وبوتين في الولايات المتحدة. أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه بعد تبني الكنيسة الإسرائيلي قانون الدولة القومية للشعب اليهودي، معتبرا أنه يهدد بتعقيد حل الدولتين مع الفلسطينيين. وكان النواب العرب في الكنيسة قد عمدوا في نهاية التصويت على نص القانون إلى تمزيقه احتجاجا، وهم يصرخون أبارتايد أبارتايد في إشارة إلى نظام الفصل العنصري، وهذا ما دفع رئيس الكنيسة إلى طردهم. وجدت دراسة إسبانية أن تناول وجبة خفيفة في منتصف الليل أو تناول العشاء في وقت متأخر يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان. ووجد العلماء أن الأشخاص الذين يتناولون وجباتهم المسائية بانتظام بعد الساعة 9 مساء أو قبل ساعتين من النوم معرضون لخطر الإصابة بسرطان الثدي أو البروستات بنسبة 25%. والآن إلى أخبار الرياضة مع نجيب قاعي. البداية اليوم رح بتكون مع الأخبار الدولية، تحديدا رح بنكون مع تصفيات الأوروبا ليج، خاصة أنه بداية الموسم رح بتكون بأيلول المقبل عن انتصارات لألماتي، كوستاني، مينسك، بوزنان، تراكي لاكي، صوفيا، براتيسلافا، آيك، ليماسول، بالإضافة لبالزان، مكابي، فينيوس، نيدرام، شفتورة. بالطبع هذه التصفيات تمر بثلاث مراحل قبل الوصول لل تابلو النهائي بشهر أيلول المقبل. منتابع مع أخبار التنس وآخر الدورات اللي عم بتصير بأوروبا قبل التوجه للولايات المتحدة الأمريكية بدورة كرواتيا عن انتصارات لهاس على كيلزان، ترونجيلي على فيسوكيس، روبالي على أتيسان ودونسكي على الدمير. أما بدورة شتاد السويسرية فبالطبع عن انتصارات لديربونيس، فونيني، رود على دافيد فيدرير بمفاجأة، وغاسكي على جيرار ميلزر. أيضا بأخبارنا الدولية لابد من الإشارة إلى أنه
بنجامان نافار رح ينتقل من شتوتغارت لفريق بايرن مقابل 40 مليون يورو. وطبعا هذا اللاعب المدافع كان برز بشكل كبير مع المنتخب الفرنسي خلال المونديال الأخير. أما بعالم الفورمولا 1 فبطبع الصراع بين هاملتون وفيتيل رح يستمر هيدا الويكند مع جران بري ألمانيا. والآن إلى الأحوال الجوية. تحافظ الحرارة على معدلاتها اليوم وتكون على الساحل 31 درجة. في اختصار، ضربات ناعمة متتالية بين الرئيس المكلف وباسيل ولا حكومة في الأفق. الحريري وصل إلى مدريد رافضاً خطاب العزل، وباسيل أبلغه أنه لن يتدخل بعد اليوم في التأليف. ميقاتي يرفض فرض شروط على الرئيس المكلف، وجنبلاط يرى أن الوقت اليوم ليس لتقديم تنازلات، وإرسلان يتمسك بموقفه. أنا مصر ولن أقبل إلا أن أتمثل في الدروز، وأنا بقرر إذا بكون أنا شخصياً أو بكون من يمثلني. الشاطئ اللبناني ليس ملوثاً بالكامل، والمواقع غير الصالحة للسباحة محدودة. اللواء إبراهيم يتوقع عودة الألاف من النازحين قريباً. الأعداد عم تتزايد مش عم تتراجع. نحن مكملين الآلية الموضوعة بتم احترامها من قبلنا، من قبل السلطات السورية المعنية. بهذا نصل إلى ختام نشرة أخبار الثامنة والربع، قدمناها لكم من صوت لبنان.